درس اليوم طريقة عمل الكفر حق التلفون. اليوم راح أوريكم طريقة عمل كفر حق التلفون. مو بالضرورة إنه يكون مثلا أنا هني مستخدم آيفون، مو بالضرورة يكون آيفون، يصير إنه يكون آيباد، أي شيء حابين عادي. طبعا أنا الكفر مسويته هو عبارة عن هم يسمونه باوتش، بس حاطة التلفون داخله ومسويته شوي مرتفع. في بعض المرات تشوفون انه ويا زر او تقدرون تثبتونه، بس انا حاليا الحين بسوي الاساس، وبعدين اخر الفيديو راح اوريكم اقتراحات تقدرون تطبقونها على هالكفر. المشروع وايد سهل، بس تحتاج يعني من الاشياء لازم تعرفين تسوينها سلاسل، وطريقة السنجل والدبل تقدرين تسوينه كله سنجل اللي هو قرزة الحشو، مو بضرورة تعرفين الدبل. وراح نستخدم شوية طريقة الزيادات، بس حتى إذا ما كنتي عارفة زيادات، إذا اشتغلتي وياي راح يكون سهل إن شاء الله، لا تحاتون. يلا نبدأ. وحاليا أنا الحين مستخدمة خيط من اللي موجود عندي، خيط عادي أكريليك، واستخدمت الإبرة، هذا مقاس 3.75 أعتقد، 3.75. فاللي راح أسوي أول شيء كلش، أنا راح أسوي سلاسل على حسب العرض اللي أبي، فواحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13. يعني أنا بالنسبة لي تقريبا 13 زين، بخاف أنا مختارة اثنيناتهم نفس اللون، بس أنا هذا اللون اللي طلع قدامي. فحاليا الحين انا هذا المقاس عاجبني، فاللي راح اسويه ان الحين راح اسوي اول سطر سنجل كروشيه. طبعا سنجل كروشيه اللي هو الحشو، فالحين اشتغلوا معاي سنجل، لما توصلون هني اخر السطر رجعوا حق هالفيديو اختاروا بلاي. فحاليا الحين خلصت السطر كامل، الحين انا مو موجوده هني، هذا اخر غرزه، في نفس الغرزه راح أسوي مرة ثانية سنجل في نفس المكان، ومرة ثالثة أسوي سنجل. فلو تدققون راح تلاحظون إن في نفس هالغرزة في 3 غرز، تشوفون حتى هني 1، 2، 3، وهني 3 فوق. الحين راح نقلب الشغل، دائما بالعادة بالكروشيه لما نخيط نخيط كذي وبعدين نقلب كذي، بس هالمرة راح نلفه لتحت كذي، وبعدين تشوفون هذيل السلاسل اللي موجودين هني هذيل راح ندخله بهالطريقة. فالحين راح أروح، شوفوا شلون غريب شوي، خصوصا إذا أول مرة تشتغلون بهالطريقة، لأن إحنا دائما متعودين إن نروح لآخر السطر نسوي سلسلة ارتفاع ونلف، بس في هالمرة بدال لا نسوي سلسلة ارتفاع راح نسوي سلسلة، وبعدين حنسوي سلسلة ثانية، وبعدين راح نبدأ نشتغل على غرزة غرزة داخل المشروع. الحين لاحظوا أنا قاعدة أسوي اللي هو غرزة السنجل، وهذا الحين راح يكون القاعدة حق المشروع. فحاليا الحين تقريبا كم غرزة باقي لي؟ يمكن 3 غرز. الحين خلي أشوف، هذه الغرزة الأخيرة، وبعدين راح أسوي بعد واحد لأن هذه صايرة بزاوية، وبعدين راح أسوي غرزة السلب. غرزة السلب عبارة عن إن أنا راح أدخل الإبرة داخل الغرزة نفس ما أنتم شايفين، أخذ الخيط وأسحب. طبعا على طول تسحبون، يخالف شوي ما سويته بشكل سريع. أول شي راح أدخل داخل عدل، أخذ الخيط، أسحب، أسحب. الحين كوننا الأساس حق القاعدة اللي هو في هالمشروع اللي هو هذا هني تحت. فالحين راح أسوي سلسلة ارتفاع، والحين راح أشتغل دور مدار القطعة كاملة. طبعا راح أشتغل سنجل في نفس المكان. طبعا لاحظوا أول شيء أنا اشتغلت سنجل ما اشتغلت دبل، لأن أبي شوي يكون متماسك، ما بيكون في كذي فتحات مكان القاعدة.
حاليا الحين انا راح ما اخاف راح امشي وياكم السطر كامل، بس على اساس اذا في وحده اول مره قاعده تشتغل على هالطريقه ما تحس اني فجاه اختفيت وشلون صار كذي. فحاليا الحين لو تلاحظون قاعده امشي عادي كامل، الحين بعد شوي راح اوصل حق الزاويه. لا تحاتون، في كل غرزه راح احط بس غرزه واحده، لان حاليا الحين احنا نبي نرتفع. فكان الحين انا وصلت الزاويه، لاحظوا في كل غرزه قاعده اشتغل بس حشوه واحده سنجل، والحين لفيت صرت الجهه الثانيه لو تلاحظون، وهم قاعده اكمل لما النهايه اللي هو البدايه. نهايه السطر هو بدايه السطر. طبعا هذيلا طريقه حلوه حق اذا مثلا يعني ما ودش ان تخلين التلفون، او مثلا عندك تلفونات ما تستخدمينهم تبين لهم كفر، او حتى اذا كنت تبين تكونين مميزة هم فكرة. فالحين سويته في اخر غرزة، اخر غرزة. فالحين راح ادخل هني وراح اسوي سليب منزلقة نفس ما تعلمنا، وبعدين راح نسوي سلسلة. الحين عندكم حرية الخيار، يا اما تكملونه سنجل نفس ما سوينا مساعة، او ان تسوونه دبل اللي هو دبل كروشيه اللي هي غرزة العمود. انا راح اسوي بعد سطر سنجل وراح اشوفكم بعد ما اخلص. فالحين انا خلصت السطر الثاني وقررت اني انا الحين بشتغل عواميد، فراح اسوي ثلاث سلاسل، والحين راح ابدأ اشتغل عمود دور مدار السطر. طبعا ما راح ادخل في اول واحد اللي هو فيه، لان هذا اوريدي انا سويت له عمود، والسلاسل أهم ينحسبون كعمود. حاليا راح أشتغل بهالطريقة عادي نفس طريقة السنجل، بس بدال السنجل راح يصير دبل. طبعا أنا الحين راح أوريكم الطريقة سطر كامل، بس على أساس إذا في أحد مو واثق من نفسه أو حاب إنه يشوف يقدر إنه هو يشوف الطريقة بالتفصيل الممل. طبعا أنا الحين مسويتكم إياه على آيفون، تقدرون تسوونه على أي تلفون ثاني أنتوا حابينه، تقدرون هم تسوونه على آيباد، على أي شيء حابين لابتوب. بس يفضل لما تختارون الأجهزة اللي تكون شوية كبيرة يكون نوعية الخيط شوية يابس، ما يكون شيء ناعم أساس شوي يمسك الجهاز. بعدين هم يعني مرات ما تبون مثلا تمشون والكل عارف إنكم مثلا شايلين وياكم آيباد، فيكون هو يعني داخل كيس كذي داخل مثل جنطة باوتش يكون يعني أرتب. فحاليا الحين وصلت الزاوية، والحين راح أمشي الجهة الثانية. طبعا حاليا الحين أنا راح أسوي هالسطر عواميد، وبعدين أنا راح أكمل باقي الأسطر عواميد لما أوصل حق الطول اللي عاجبني، بعدين راح ابدا اسوي سنجل مره ثانيه. هو احسن ان اخر شيء اسوي سنجل مره ثانيه على اساس اذا ابي اثبت فيلكرو او شيء كذي، راح اوريكم اخر شيء لا تحاتون. فالحين حاليا هني تقريبا الحين راح نوصل حق البدايه، ف هذه الحين آخر غرزة. بعدين راح أعد في ثالث سلسلة راح أبدأ أسوي سليب اللي هي المنزلقة، والحين راح أكمل بنفس هذه الطريقة وراح أبدأ أسوي كله دبل كروشيه لما أوصل فوق. فضغطوا بوز وأنتوا بعد لما تخلصون ردوا لنا مرة ثانية. فحاليا الحين وصلت إلى هالطول، أنا هذا الطول عجبني كله طبعا دبل كروشيه، لأن أحس إنه لما أدخله خلاص يغطيه. فالحين أنا بس راح أسوي سطرين سنجل حشو حساس شوي، أبي يكون في عنده كذي فوق طرف ما يكون كله حدة حدة، يعني حدة حدة وين واصل التلفون. فراح أسوي سطرين سنجل وأرد لكم مرة ثانية. طبعا قبل لا مخالف بس عشان نوريكم،
فنسوي الحين الارتفاع سنجل اللي هو سلسلة، وبعدين في كل في أول في الغرزة نفسها مات الارتفاع لازم نحط فيها غرزة، وبعدين الباجي كذي نروح سنجل دور مدار السطر. فالحين بس بغيت أوريكم غرزة المنزلقة، بس راح أدخل، خلصت الحين السطر، فالحين بس أدخل وأخذ أسحب وأسحب اللي هو السلب. طبعا أنا قلت لكم بسوي سطرين، بس آخر شيء قررت بسوي ثلاثة، فهذا هي القطعة الحين. وطبعا أنا أفضل الجهة الثانية هو اللي يكون بالوجه هو أرتب. فالحين بس راح أنظف الأطراف وراح يكون طبعا جاهز، بس بغيت أجربه عشان تشوفون كذي. فأنا حسيت إن هذا مناسب، فالحين راح أرتب الأطراف وراح أعطيكم أفكار شلون تقدرون تزينونه. الحين راح اعطيكم بعض الافكار شلون تقدرون تزينون القطعه نفسها. طبعا اول شيء تقدرون انكم تاخذون اي زر، انا موجود هذا عندي، تثبتون على القطعه، وبعدين تقدرون تحطون يعني هو الزر على اساس تفتحون وتسكرونه. طبعا هذا تخيطونه بالابره العاديه مالت الخياطه، وراح اوريكم الحين شلون تسوون المسكه. طبعا طريقه المسكه تختارون تقريبا خلينا نقول نص المكان. طبعا انا الحين ماشيه بالنظر، مو يعني ان حاسبتهم ولا شيء. وتثبتون السلسله، طبعا هذا الخيط، تثبتون الخيط تسوون سلسله، فتسوون سلاسل على قد ما انتم حابين وعلى حسب انتم وين حاطين الزر. فمثلا اذا كان الزر موجود فوق فراح تكون قصيره، واذا كان تحت كل ما كان انزل كل ما السلسله لازم تكون اكبر. طبعا انا بالنسبه لي راح اسوي السلاسل لما يخلص الخيط، لان اساسا باقي شويه، وبعدين راح اثبت مكان الزر على حسب الخيط تقريبا هذا حده، وبعدين راح اروح يا اما في نفس المكان حسب انتم شنو حابين، او باللي وراء او باللي عقب، على اساس بس انه يكون، لان كل واحد في هالاماكن يعطي ديزاين خاص حق القطعه. طبعا دخلت الابره، خلي اسوي مخاف مره ثانيه، دخلت الابره بالغرزه المكان اللي انا حابته، خذيت الخيط سحبت وسويت لي سنجل، وبعدين خلاص كذي انظف الاطراف بابره التنظيف مات الكروشيه. والحين حاليا مثلا طلع ان هذا بالنسبه لي هذا المكان المناسب له، اقدر اني انا انزل شوي اذا انا حابه عادي على راحتي شنو انا حابه. الفكره الثانيه حق القطعه نفسها، تقدرون انكم تاخذون هذيل الباتشز. طبعا هذا يحتاج اوتي، ولازم حتى كاتبين يفضل انكم تطرزون كم غرزه كتثبيت اكثر. هذه فكره. الفكره الثانيه هم بعد تقدرون انكم انتم تسوون ورود بالكروشيه، هم يطلع حلو تثبتون عليه، سواء مثلا هذا الشكل 3D طالع، او انكم تحطون شيء شكل 3D بسيط طالع. طبعا هذا في اكو حلقه بالنص، وانا حاط مخيطه دار مداره، وبعدين مسويه هذين الكراكيش. الطريقه الثانيه اذا انتم حابين تثبتونه من فوق بدال لا تستخدمون الزر، تستخدمون البلكرو. طبعا هذا هو لزق، تحطون واحد هالجهة وواحد الجهة الثانية، بس يفضل انه يعني لو تلاحظون هني شوي هذا عريض وهذا مو نفس العرض، افضل لو يكون كله سنجل وبعدين تثبتون هذا عليه،
من انه يروح على الدبل، لان الدبل فيه شوية فراغات، فيمكن شوي الصامغ وكذي ما ادري. انا برايي لو هذا يكون اكثر يزيد بعدها تستخدمون الفيلكرو، او انكم انتو اساسا ما تاخذون الشكل المربع، تاخذون في اكو شكل مستطيل تقدرون تقصونه، او انه هو اساسا يكون جاي ضعيف. وبس هذه هي يعني الاقتراحات حق اذا حابين تزينون القطعة، وان شاء الله عجبكم الفيديو، وشاركوا الفيديو مع اي احد تحسون انه راح يستفيد منه، واشكر متابعتكم. لا تنسون الاشتراك بالقناة واللايك. مع السلامة.